السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. رؤية النجاة من الموت في المنام تدل على الرجوع إلى الرشد والإنابة إلى الله تعالى، ومن رأى أنه ينجو من الموت في الحلم فهذا يدل على تبدل الأحوال والظروف للأفضل. ورؤية النجاة من الموت بعد خوف في المنام تدل على نيل طمأنينة بعد فزع طويل. أما رؤية النجاة من القتل بالرصاص في المنام فتدل على التبرئة من تهمة، ومن رأى أنه نجا من القتل بالرصاص مسدس في الحلم فهذا يدل على الفوز بمواجهة مع الفاسدين. أما رؤية شخص ينجو من الموت في المنام فتدل على الفرج بعد الكرب، ومن رأى شخصا ينجو من الموت بحادث سيارة في الحلم فهذا يدل على الخروج من صدمة. فيما رؤية شخص ينجو من الموت في المنام تدل على نيل الرشد والهداية من الآخرين، ومن رأى شخصا يخرج من حادث السير وينجو من الموت في الحلم فهذا يدل على زوال الهموم والأعباء. فيما رؤية النجاة من الموت في المنام للرجل تدل على الاستقامة في الدين، وإذا رأى الرجل أنه ينجو من الموت بالرصاص في الحلم فهذا يدل على التخلص من المشاكل والمشاحنات. أما رؤية النجاة من الموت في المنام للفتاة العزباء فيدل على التقى والصلاح، وإذا رأت الفتاة العزباء أنها تنجو من الموت بين النهر في الحلم فهذا يدل على النجاة من شر. ورؤية النجاة من الموت في بركة في المنام للعزباء تدل على الخروج من ضيق. فيما رؤية النجاة من الموت في المنام للمتزوجة يدل على التخلص من الأعباء والهموم، وإذا رأت الفتاة المرأة المتزوجة أنها تنجو من الموت في الحلم فهذا يدل على تبدل أحوالها إلى الأفضل. فيما رؤية النجاة من الموت في المنام للحامل يدل على حماية الجنين من الشر، وإذا رأت المرأة الحامل أنها تنجو من القتل بالرصاص في الحلم فهذا يدل على التعافي من مرض شديد. أما رؤية النجاة من الموت في المنام للمطلقة فيدل على التخلص من ظلم، وإذا رأت المرأة المطلقة أنها تنجو من الموت بعد خوف في الحلم فهذا يدل على الحصول على الطمأنينة بعد الفزع. أما رؤية النجاة في الموت في البحر في المنام للمطلقة فيدل على ترك العمل الفاسد، وإذا رأت المرأة المطلقة أنها تنجو في الموت عن طريق في المنام فهذا يدل على ترك الضلالة. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.